اجمل حته عجبتني في المؤتمر الصحفي ده وحته ضحكتني برضو هي حته وصلنا لنقطه كان علينا ترك العواطف جانبها. ضحكتني في حته ان لابورتا بيتكلم بان هو ما كانش ينفع نتكلم بالعواطف وما كانش ينفع ناخد قرارات بالعواطف، مع ان لابورتا نفسه تم انتخابه بالعواطف، تم انتخابه علشان خاطر ليه رصيد عند الجمهور، تم انتخابه علشان ليه رصيد عند الاعضاء، تم انتخابه علشان في ناس كانت شايفه ان الراجل ده حقق طفره وعمل جيل ذهبي ووصل برشلونه لمكانه عاليه جدا. انت تم انتخابك علشان العواطف، فلما تيجي توصل لمرحله انك تقول لي ان احنا علينا ترك العواطف جانبا يبقى احنا معناها ان احنا اللي غلطانين، ان احنا جبناك وانت كنت جايب وعد انتخابي واحد بس انك تجدد ريال ميسي وانك تخليه يكمل في النادي، في حين باقي المرشحين واحد كان بيقول ان هو جايب 250 مليون والتاني كان بيقول ان هو جايب بنك معاه وجايب 500 مليون، يعني الناس تانية كانت بتفكر في وضع الفريق اقتصادي، انما انت كنت بتفكر في وضع الفريق عاطفيا. فانت دلوقتي بتنقد كل حاجه حصلت الفتره اللي فاتت، كل حاجة كنت بتقولها خلال الحملة الانتخابية بتاعتك، بس دي حاجة مش غريبة على واحد كذاب زي خوان لابورتا. انا راجل ما كنتش مشجع فكرة انتخاب خوان لابورتا الفترة دي لان كنت شايف ان الراجل فلس وما عندوش اي افكار يقدر يطور بيها النادي، ولا عنده مشروع اقتصادي محترم يقدر يساعد النادي في الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها، ولا عنده مشروع رياضي محترم. بس مع الاسف الشديد انتخابنا لابورتا وهنكمل معاه 6 سنين دول اللي واضح ان احنا مكتوب علينا ان احنا نعيش مع مجالس ادارات غريبة جدا. الناس بعد خبر اعلان رحيل ليونيل ميسي وخبر اعلان النادي امبارح توجيه شكر لميسي قال لك لا صعب ان برشلونة يوجه شكر لميسي بالطريقة السيئة دي. يعني ايه يعني انك تطلع تعمل لي خبر حوالين الموقع بتاعك وانك تقول ان ميسي مشي؟ ما ينفعش الكلام ده. اكيد في لعبة كده ميسي ولا بورتو خططينها علشان خاطر رابطة الدوري الاسباني تتراجع عن القرار اللي خدته بالتعاقد مع المجموعة الاقتصادية الجديدة اللي هتلعب على الدوري الاسباني لمدة 50 سنة. العرض اللي برشلونة وريال مدريد رافضينه تماما بيقولوا ما ينفعش انك تمضي لمدة 50 سنة لانك كده هتضحي بينا وهتؤدي الى افلاس برشلونة وريال مدريد اكتر ما هم على حافة الافلاس. يعني تخيل انت برشلونة وريال مدريد بسبب الغباء الاداري بتاعهم اللي بيخليهم يعملوا عقود جزافية اللعيبة، عقود افلاطونية اللعيبة زي عقد ميسي اللي كان الاخير اللي قبل نهايته، وكلنا عرفنا الكوارث اللي كانت فيه والفلوس الكتيرة قوي اللي كانت بتطلع من النادي للأسطورة. وريال مدريد الناحية التانية جارس بيل وعاد جارس بيل والضحك اللي موجود كل سنة على عاد جارس بيل. فأنت بتتكلم في إدارات أندية هي اللي ودت الأندية دي لحافة الإفلاس، فلما النادي يجي يفلس ما تقوليش إن ده هيبقى عيب الرابطة، ده عيب غباء إدارتكم أنتوا. الراجل بيبدأ المؤتمر بتاعه بصباح الخير جميعا، أنا من أجل توضيح كل شيء كنا نعرف ظروف النادي الاقتصادي قبل وصولنا هنا، بس مع ذلك ما كانش عندك أي برنامج اقتصادي. ميسي أفضل لاعب في العالم بالتأكيد، نشكره على كل شيء. مقبول يا هلال إن رئيس النادي يطلع يشكر لعيب أو أسطورة زي ميسي في مؤتمر صحفي. من أجل تسجيل ميسي كان علينا الاتفاق على عدم شأنه وأن يسر على النادي لمدة 50 عام من حيث حقوق التلفزيون. وفقت او ما وفقتش كده كده رابطه الدوري الاسباني شايفه ان ده القرار الصح بعد انخفاض القيمه السوقيه للدوري الاسباني. هم شايفين ان ده القرار الصح، ان احنا مش هنلاقي مستثمرين على المدى الطويل ابدا، وبعدين احنا مش هيبقى عندنا ميسي وكريستيانو لمده ثانيه، فخلاص يعني اي حاجه هتجينا تبقى عنب ولوز اللوز واحنا موافقين على اي عرض، فهم بيك او من غيرك هيوافقوا. بس هي الفكره كلها كانت حوالين يتجدد لميسي يتلعب سوبر ليج، بس لابورتا اختار ان هو يلعب سوبر ليج. انا لست على استعداد للقيام بشيء بس على النادي من اجل احد، برشلونه فوق الجميع حتى افضل لاعب. هنا مش بيتكلم على بارطة، هنا بيتكلم على الاختيار اللي انا قلت لك عليه من شويه ان هو هيلعب سوبر ليج ومش هيجدد لميسي. اراد ليه البقاء؟ نحن اردنا ان يبقى. اشكر الجميع المفاوضين خلال الاشهر الماضيه. هو كان بيتكلم ان ميسي موافق واحنا موافقين، بس المشكله كلها كانت في الاتحاد الاسباني وكانت في بارتيمو. انا ما عنديش اي مشكله خالص. رغبه ميسي كانت الاستمرار. انا حزين لك ان انا مقتنع بان انا فعلا افضل من اجل النادي، الافضل من اجل النادي اللي هو نلعب في السوبر ليج ما نجددش لميسي. لقد تحدث عن سقف الرواتب، كيف حصل ذلك؟ لا اريد ان اعطي امل كاذبه، هذا ما حصل وما اريد توضيحه. كان عندك مفاوضات بيننا ومرت بشكل ايجابي، لكن الرابط رفض بسبب سقف الرواتب ونحن ندرك ذلك. انت ليه علي سقف الرواتب بالنسبه لميسي؟ يعني انت ليه توصل لحد 100 مليون سنويا؟ كتير قوي 100 مليون سنويا، احنا بنهرج. وبعدين بتتكلم في نادي بيفلس، ازاي توصل انك تتعدى سقف الرواتب بتاع الدوري الاسباني؟ حاجات برضو بتأدي للجنون. وصلنا نقطة حاسة كانت استبدأ مرحلة جديدة داخل النادي، مرحلة ما بعد ميسي. دائما ما نسعى لتقديم الأفضل للنادي، حاولنا نجد كل الحلول المناسبة. نريد الآن أن نبدأ حقبة ما بعد ميسي، كنا لن تبدأ بعد 2 أو 5 سنين لكننا نستبدأ اليوم. لكنك مع الأسف الشديد لست رجل مثالي اللي بدأ حقبة ما بعد ميسي، لأن النادي ما فيهوش فلوس وأفكارك أنت ما فيهاش إبداع. أفكارك أنت الحفاظ على أولاد الكتالان بيكي وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو أهم بكتير قوي من إن احنا نحافظ على ليونيل ميسي. وجودهم في الفريق أهم حاجة. كنا فاهمين إن أنت جاي تحافظ على برشلونة وجاي إن انت تعمل ثوره وتمشي الافكار المقدسه، لانك بتمشي الاسطوره وبتبقى على الافكار المقدسه. حسب الله ونعم الوكيل.
متفائل بان برشلونه بدون ميسي سوف يستمر بنجاح تحقيق الالقاب، حتى برشلونه بميسي ما كانش ناجح وما كانش بيحقق القاب اخر سنتين بسبب فشلكم الاداري الواضح، وبرشلونه السنه الجايه مش هيحقق القاب اساسا حتى لو ميسي كان موجود. انا لا اشعر بالذنب، انا متمسك بما قلته فعلا كل ما هو ممكن ضمن حدود امكانياتنا، هي دي امكانياتنا واخر امكانياتنا. المشكله في الارث السابق اللي كان سايبه لنا بارتيمو. بكل صراحه ميسي قال علينا الامور كسيرا، ولكن السبب مره اخرى سقف الرواتب ولا بالمنزل النظيف. انت ليه تتخطى سقف الرواتب وليه تتخطى قانون لعب المال النظيف؟ ليه؟ هل كان يجب خروج كوتينيو او ديمبيلي مثلا من اجل الوصول لسقف الرواتب المطلوب؟ رد بقى، إذا وفقنا على عرض الليجا كان الأمر سوف يحسن الأمور المالية، لكن كما قلت مرة أخرى يمكن مخاطرة مستقبل النادي لأنه سيضر بعد 50 عام. بالطبع أنا أشعر بحزن كبير لكن كان يجب اتخاذ قرار. رد، قول إنك مش عارف تسوق كوتينيو ولا عارف تسوق ديمبيلي، رد يا فاشل، ما تقوليش إن أنت المشكلة كانت في ربطة الليجا والعرض، إيه علاقة العرض بخروج كوتينيو أو ديمبيلي؟ أنا لو وافقت على العرض ما كانش هيبقى فيه مشكلة، بس أنا مش موافق على العرض. طب ما عرفتش تبيع كوتينيو وديمبيلي ليه؟ عادي ما بعرفش أبيع لعيب. لابورتو كان علينا اتخاذ القرار وكان اتخاذه لكن لم تسمح لنا الليجا بتسجيل ميسي والاتفاق معاه كان صعب على الحياه على النادي. سقف الرواتب تخطى 110% من النسبه الممنوح علينا من الرابطه، وبدون ميسي ايضا الهامش ليس كبير. الرابطه كانت تريد بقاء ميسي، انا اعرف ذلك، كان بعض القوانين لم تسمح لنا ان غير القوانين علشان خاطر حضرتك مش قادر تمشي اولاد لمسيه مثلا. لمسيه اللي هي انهارت اساسا ما بقتش بتطلع لعيبه، انت مش قادر تمشي بيجو ولا قادر تمشي بوسكيتس ولا قادر تمشي سيرجيو روبرتو، ولا عارف ان انت تسخ التعاقد معاهم علشان ما فيش فلوس، وانت اساسا ما عندكش مال تسخ التعاقد معاهم. نريد ان نظهر باننا قادرون على الفوز حتى بدون لاعبين مثل ميسي، زي ماتش امبارح الود اللي كنت سيء جدا فيه. واجب على اللاعبين تحمل المسؤوليه، مفيش حد هيتحمل المسؤوليه لانهم كانوا بيحملوا كل حاجه لميسي فمش هيتحملوا. ماذا لو غير الليجا رايهم؟ الليجا مش هتغير رايهم، ده كلام فاضي، هذا مجرد فرضيه علينا ان نعيش الواقع، هذا امر غير ممكن. قال لابورتا طلع يقول ان الليجا هي اللي فيها مشكله وان الرابطه بتاع الانديه هي اللي فيها مشكله وان فشل بيع كوتينيو وديمبيلي هم اللي بيتحملوا الفشل بتاعه الليجا، لان الليجا العرض بتاع ال 50 سنه ده كتير جدا، مع ان العرض ده بيبين قد ايه ان سيد خوان لابورتا هو تابع ذليل لرئيس نادي ريال مدريد فالنتينو بيريز. فالنتينو بيريز اللي رفض العرض رفضا قاطعا ووراه السيد خوان لابورتا، وفالنتينو بيريز اللي لسه متمسك بلعب السوبر ليج، والنهارده برده خوان لابورتا بيطلع لسه متمسك بلعب السوبر ليج. السوبر ليج اللي كانت واضحه بالنسبه في الأندية الإسبانية، الوضع كان واضح، واحد أو اتنين، ما ينفعش الاتنين مع بعض، يا تجديد ميسي يا السوبر ليج. أنت اخترت السوبر ليج وطلعت قلتها ثلاث مرات في المؤتمر الصحفي، يبقى أنت اطلع قول للنادي إن أنا عايز ألعب سوبر ليج مش عايز أجدد لميسي، ما تطلعش قول إن رابطة الأندية هي اللي عملت وسوت، أنت راجل كذاب وعندك وعود كذابة وداخل بينا على سنين هبال. بارتيمو كان فاشل ما كانش عندي أي مشكلة معاه لأنه كراجل بتاع باسكت وكراجل كذاب وكراجل عايش على إن هو يظبط فرق الصلاة ومش مهم الفريق بالنسبة لكرة القدم، كان سايب كل حاجة الأبكار المقدس تتحكم في الفريق. انما انت كراجل بيقال عليك ان انت تاريخي واسطوري، ما تجيش تصدق فعلا ان انت هتفضل عايش على التاريخ والاسطوره ده. قلت انك عايز تجدد عقد ميسي فشلت في تجديد عقد ميسي، قلت ان انت هتحل مشاكل اقتصاديه فشلت انك تحل مشاكل اقتصاديه، قلت ان انت تعمل ثوره ما عملتش اي ثوره. انت اول يوم جيت فيه قلت ان انا عايز استمرار بكي بوسكيتس سيرجيو روبرتو اولاد كاتالونيا، اولاد كاتالونيا استمروا وميسي هو اللي رحل وهما من غيره عباره عن صفر على الشمال، وانت راجل كذاب وداخلين على ست سنين بتاعتك ايام يعني بقى ربنا. مش ناسين انك كنت متفق مع باريس حوالين صفقه بيكهام في بدايه الالفيه علشان خاطر تنجح، مع انك كنت عارف ان بيكهام مخلص مع ريال مدريد. انت الكذب عايش عليه والكذب والضحك على الناس عايش عليه، بس مع الاسف عندنا هنا في العالم العربي من كتر ما الناس ما بيضحك عليهم وبيبقوا عايشين على الكذب ما بقوش بيفرقوا ما بين الكذب والحقيقه، لان هم خلاص ايقنوا ان الكذب هو الحاجه الوحيده الحقيقيه في العالم ده، فاي حقيقه غير كده هيرفضوها. وبين الكلام بدا يبقى كبير فمش شخص الحاجه اللي عملت لك سبسكرايب وما صدقش فكره ان ميسي وبارتيمو متفقين على الرابطه بتاع الدوري الاسباني علشان الكلام ده كله هزيان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، في الحالتين اشترك في القناه.